بعد أن ثبت تورط أجهزة أمنية سورية في الانفجار. يجب على الدولة اللبنانية أن تضع يدها على منطقة جبل محسن أو سيتم صراع طويل لطرد الطائفة العلوية من داخل مدينة طرابلس. حرب أمنية سرية في طرابلس. تبين أنه هول السيارات المفخخين دخلوا من الحدود السورية اللبنانية الشمالية. من نفذ انفجاري التقوى والسلام؟ اللائحة السوداء. هذا الاثنين 10:15 على الـ MTV.